كيف صحتكم اليوم؟ وكيف الصيام وياكم؟ طبعاً كلنا ندري الشمس كيف بتكون حارة فترة الظهر والعصر، وإذا بعد كنت صايم وعطشان في نفس الوقت، بس تخيل كيف بيكون الوضع. أكيد في أسباب تجبر البعض منا يطلع خلال هالوقت أو يمارس شغلة برا على الشمس. إذا كنت من هالأشخاص فعليك بواقي الشمس قبل لا تطلع من البيت، أو خذ لك مظلة، ولا تنسى تلبس ملابس واسعة وفضفاضة عشان ترتاح فيها. لكن إذا ما في سبب يجبرك تطلع خلال هالوقت، خلك بالبيت، لأن كثرة التعرض للشمس وخصوصا خلال فترة الصيام ممكن تعرضك للإجهاد الحراري والجفاف لقلة الأكل والشرب خلال هاي الفترة. أتمنى لكم الصحة والسلامة. تقبل الله طاعتكم.